نشكر الإخوان اللي داروا في الثقة وكلفوني بهذه المهمة، وهي في نفسها صعيبة شوية. ودابا غادي نعيط على السماوات ونتمنى انهم يتقدموا هنا باش يعرفوهم الاخوان كاملين. كان عبد الرحمن نخيل، عبد الكريم القراري، وليد الرحمن، سمير غردور، محمد عزة، أيوب شعوان، رضوان خطاري، عبد الصمد زينوني، مراد دعنون، إلهام البدري، حسن يحيى، عبد المنعم فريخ، عبد العزيز بوسيلة، وأخيرا توريا بن دد. وشكرا. بلادي إخوان، بلادي مكتب، كاين شي تحفظ بلادي مكتب؟ ما كاينش. شي واحد ما قابلش هذا المكتب؟ ما كاينش. يعني مكتب مقبول، مكتب ما عليهش تحفظ. ما علينا الا اننا نتمنى لهم التوفيق في المسيره نتاعهم ان شاء الله، ويكونوا عند حسن الظن نتاع الجماعه نتاعهم وعند الساكنه نتاع زيوف بصفه عامه ان شاء الله، ويزيدوا لقدام لا من الشبيبه الحركيه لا من حزب الحركه الشعبيه بشكل خاص. الامام والمكتب وهي ماشي تشريف وانما مسؤوليه وتكليف، العاتق نتاعهم اللي هي مسؤوليه كبيره ماشي سهله، ما خصهمش ياخذوها بذاك الشكل السهل، وانما هي مسؤوليه كبيره والطريق مملوءه بالاشواك والعقبات. ما عليهم الا انهم يشمروا على السواعد نتاعهم ويزيدوا لقدام ويشتغلوا ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق مجددا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والاحساس صراحة شوية أنا متخوف من هذه الكتابة هذه، لأن أول خطرة كندخل العمل السياسي داخل مدينة زيو، وبخصوص يعني في منطقة جامعة ذات ستوت، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقني في هذه المهمة هذه اللي الدراري يعني عطاوني داروا فيا الثقة باش أنني نشتغلوا فيما هو سياسي وفيما هو جماعوي إن شاء الله في جامعة ذات ستوت.